أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، إحنا الآن في برنامج اسأل سؤال وجاوب جواب، ومعانا أحد المتسابقين. بنتعرف عليك يا فندم، اسمك إيه؟ اسمي أحمد، ما أنا قايله لك في الكواليس. الله، كل شوية عمال تقول لي اسمك وأنت ما بتنساش في حاجة. إحنا بنعرف الجماهير على اسمك يا أستاذ أحمد. يركز معانا بقى يا ابو حميد. انا مركز اهو، انا لسه بلعب في. طب احنا برنامجنا دلوقتي برنامج اسال سؤال وجاوب جواب. هنسالك سؤالين، لو جاوبت عليهم هتاخد هديه. هتدوني ايه؟ هتدوني ايه؟ هنديك لعبه حلوه احسن من اللي معاك دي. ماشي. طيب السؤال الاول يا استاذ احمد، من اين نستخرج المياه الجوفيه؟ من الجوافه. من الجوافة؟ وبعد ما سمعنا إجابة السؤال الأول وعرفنا إن المياه الجوفية بنستخرجها من الجوافة، هنسأل سؤال تاني للأستاذ أحمد. جاهز معانا يا أستاذ أحمد؟ جاهز. السؤال التاني، من هو قائد حملة فريزر؟ قائد حملة فريزر. أجاوب؟ جاوب، من هو قائد حملة فريزر؟ كريازي. كريازي. لا، في فكر تاني. كان في معاهم واحد تاني بيلعبوا مع بعض، اسمه شرب. شرب؟ شرب، اللي هو اللي شرب ده. تقصد شرب. شرب. طب في حد تالت بقى، في حد تالت لو جاوبت عليه تاخد الهدية. ايه الهدية؟ طيب في واحد تالت يا احمد كان معاهم في الحملة، لو عرفت اسمه جاوبت على اسمه هتاخد الهدية. الهدية بلاي ستيشن 1. ايه؟ بلاي ستيشن 1. 1 ايه؟ احنا دلوقتي في بلاي ستيشن 5، تقول لي 1؟ انتوا بتضحكوا علينا، انتوا مش مجاوبين. ايه الجماهير شايفاك يا احمد؟ ما يصحش كده يا احمد، وماما شايفاك في البيت. بتضحكوا علينا وتقولوا بلاي ستيشن 1 واحنا في بلاي ستيشن 5 دلوقتي. ماما هتزعل منك يا احمد. وفي حاجات كتير، وفي موبايل ايتون. ايتون؟ اللي هو اللي بزراير بطشت ده. ما احنا هنجيب لك الطشت نفسه. هنحميك في الطشت عشان ننضف لك مخك من اللي انت عملت جنبه ده كله. غلط اصلا. غلط. انت اللي مش عارف. عملت فريزر، يبقى كرياز بتاع الثلاجه ده الفريزر. وكانت الدنيا برد ساعتها، انا فاكر. ايوه، كان في تلك. كان في سقع. كان في تلك. اللي هو بينسى تعمل. وبكده انتهت المسابقه بتاعتنا. فين الهديه؟ انتهى عليا. احنا هنبعتها لك عند البيت عند ماما. عند البيت؟ هنبعتها لك على بيت على طول. ماما هتسلمها من هنا. انتوا عارفين العنوان؟ ايوه، انت تدينا العنوان. عندك العنوان؟ العنوان استنى ما اقول لبابا. طيب لما تسال بابا بعرفنا عشان يبعت لك الهديه. وبكده انتهت حلقتنا، الحلقه الاولى في برنامج اسال سؤال وجاوب جواب وخطير ميشيل.